لا إعاقة مع الإرادة، إيه معنى العبارة اللي أنا بشوفها هنا على جوانب المجمع والمدرسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا الولاد اللي هنا ما بسموهمش تلاميذ اعاقه، انما بسميهم متحدي الاعاقه، لان طبعا الانسان ممكن يكون نسبه العقليه بتاعته او الذكاء قليله، لكن ربنا سبحانه وتعالى عوضها بحاجات تانية كتير جدا. عوضه رياضيا، عوضه في حاجة أنشطة خاصة بيه، مهارات خاصة بيه، بيبدأ حتة نسبة الذكاء القليلة دي بيبدأ يعوضها في حاجات تانية. من بدورنا إحنا كمديرية وكوزارة وكمدرسة نبدأ نطلع الاكتشافات دي من الولاد ونبدأ ننميها عن طريق المتخصصين بتوعنا في مدارس التربية الخاصة. طيب أستاذ سامية، يعني في خريطة الإعاقة في مصر التربية الفكرية تحديدا تحسي شوية إنها مش واخدة حقها، مش متشافة كويس، ممكن تعرفيني التربية الفكرية دي بتشمل إعاقات شكلها إيه؟ هي الإعاقة الذهنية اللي احنا فيها دي بيبقى معانا تلاميذ داون، ومعانا تلاميذ توحد، وبيبقى معانا صعوبات تعلم، وبيبقى معانا بطيء التعلم. دي كلها خاصة بالتربية الفكرية لوحدها. طيب خليني برضو أسأل حضرتك، أعتقد إن في يعني في الأمور الحديثة أو في الاكتشافات الحديثة في التصنيف في حاجات كتير بتطلع بره، ده ما بيبقاش مثلا كل التوحد ضمن الإعاقة الفكرية، بدأ يخش كمان ضمن تلاميذ الدم. طيب أنا بالظبط أنا عايزاكي تشرحي للمصريين الحاجات دي كلها، التصنيف حتى لو احنا في مصر لسه محتاجين مجهود علشان نعمل التصنيف ده جوه مدارس التربية الفكرية. هو المدارس التربية الفكرية كلها بتقوم على الأنشطة لولادنا، فعندي لو انا عندي مثلا بطيء التعلم او صعوبات تعلم ده بيختلف تماما عن ده. صعوبات التعلم بيبقى عنده صعوبه في مواد معينه زي الرياضه الرياضيات وزي اللغه العربيه، لكن بطيء التعلم بيكون الولد عنده مشكله خاصه بيه، ممكن تكون اسره، ممكن تكون ظروف صحيه بالنسبه للولد، ف حتة ان هو بينمي نسبة الذكاء عنده وهو عنده ظروف صحية مالية اقتصادية او صحيا مش كويس، او البيئة اللي عايش فيها ما بتساعدهوش على كده، ده بيبقى بطيء التعلم التصنيف بتاعه. لكن الصعوبات التعلم ان انا ممكن بعرف ابني ان هو عنده مادة الرياضيات بتبقى بالنسبة له مش سهل عليه ان هو يدركها او يقدر يحدد معنى جمع ومعنى طرح ايه وكده، او اللغة العربية بالنسبة للإملاء اللي هي طريقة الإملاء بتاعته مش قادر يحدد الحروف بتاعتها ايه، مش قادر ينطق الكلمات ازاي، يعرف يقرأ، ده بيبقى صعوبات تعلم. انا لو وصلت للمشكلة بتاعت التلميذ نفسه هو ايه اقدر اصنفه ايه من دول، هبدا اشتغل معاها على هذا الاساس. انما بالنسبه للاعاقه الذهنيه نفسها، عندي تلميذ التوحد ده بيبقى عايش في عالم خاص بيه، فكل تلميذ توحد او معاه سمات توحد بيبقى ليه مفتاحه الخاص. لو المدرس بتاعه عرف كويس قوي المدخل بتاعه، انا عندي ممكن سمات التوحد، ممكن التوحد بيخش في مجالات، بيبقى عنده ممكن مجال ذكاء بصري وعنده ذكاء سمعي، وفي تلاميذ عندهم ذكاء بصري وسمعي، يعني تلميذ ما ينفعش يتعلم غير لما يشوف الحاجه قدام عينيه، وتلميذ لو سمع تركيزه في السمع هيبدا هتلاقيه نفسه بيركز في السمع اكتر عشان يوصل له المعلومه، وفي تلميذ مش هيعرف يتعامل غير صوت وصوره. طيب لازم وده يخليني اقول امتى مصر هتعامل بتوع التوحد الاوتيزم مش تربيه فكريه، لان لما هتحطيه مع صعوبات التعلم مع الداون سندروم مع كل ده انت بتاخدي حد عنده علم وطاقه عشان تجنبيه. أجنب، ولكن هو فعلا لو انا بدات اجهز وابدا ادرب ناس متخصصين يشتغلوا مدرسين يدوا دورات تدريبية وياخدوا شهادات فيها كويس جدا على الحالات دي ويقدروا هم يصنفوها بعد كده، هيبقى سهل جدا ان انا ممكن اعمل مدارس خاصة بيهم. ليه؟ لان لما انا بعمل مدارس خاصة بيهم انا عارفة الحالات كلها اللي عندي، يا اما سمات توحد يا اما توحد، يبقى هجهز لهم المكان الخاص بيهم على اساس انا بعد كده هتعامل معاهم عن طريق المتخصصين لهذه السمات او هذه الصفات. طيب برضو من السمات والصفات
بحسب المنشور يعني انا مش متخصصه، المفروض ان في اماكن يمكن دمجهم وسط الطلاب الاسوياء يعني. أيوة. في المدارس العاديه دلوقتي. ايوه فعلا، ان دلوقتي بيجي عن طريق المديريه والوزاره عندنا في مركز الدمج التعليمي، بيبقى مكونه من لجنه، بتبقى في لجنه في الوزاره خاصه بالموافقات الدمج دي، بعد ما نسبه الذكاء بتطلع للولد، المفروض ان في التامين الصحي بيكتب في حاجه اسمها تقرير طبي. فالمفروض بقى يا ريت اللي يحصل ان الطبيب لما يجي يطلع نسبه الذكاء بتاعه الولد، هو ادرى بالحاله اللي قصاده اذا كانت سمات توحد ولا توحد او شديد التوحد. لما يجي يكتب التقرير من تحت من بالنسبه لنسبه الذكاء ان هو صنفه على هذا الاعتبار ايه، ولما بيخش بعد كده على مركز الدمج في الوزارة عشان ياخد دمج، هيبدأ يتصنف ان الولد ده هيتعامل بطريقة معينة، فنبدأ نشتغل عليه ان احنا لما حتى يتحط في الفصل، ان المفروض في عندنا غرفة مصادر، غرف مصادر في المدارس، لما هينزل المدارس العادية هيخش عن طريق غرف المصادر، هيبدأ يشتغل على هذا الوضع، هو معاه تقرير طبي يتعامل معاه ازاي. جميل جدا اللي انا بسمعه من حضرتك. طيب هل احنا 2018 ده عامل اعاقه في مصر؟ جميل. واحنا عندنا رئيس بيقول انه معني بكل المصريين. أيوة. انا عايزه نقول له توصيه حقيقيه، لان حضرتك عارفه ان نسب التوحد الثلاثه سمات توحد شديد كتيره وتايهه وسط ولادنا، وسط كانوا تربيه اعاقه ذهنيه او دمج. طيب احنا عايزين نقول كلام محدد ندخل بيه اجنده عام 2018، ايه اللي المدارس الفكريه محتاجاه، ازاي نبص للتوحد زي ما الخليج مش هقول اوروبا بص للتوحد، علشان نقول توصيات حقيقيه. هو التوصيات الحقيقية سواء للتربية الفكرية كلها، كل المدارس المفروض احنا المفروض بيشتغلوا مع الولاد لازم يكونوا متخصصين تربية خاصة، لازم يكونوا دارسين الحتة دي كويس جدا، ولازم تكون المدارس مجهزة ليهم، لان احنا في عندنا برضو تجهيزات، في بعض التجهيزات مش مظبوطة. اولا التربية، بتكلم على التربية الفكرية كلها شاملة على ان هم بيتعلموا انشطة، فالأنشطة الحمد لله الوزارة اهتمت جدا جدا بقالها من السنة اللي فاتت، مهتمية قوي قوي بالأنشطة الخاصة بالتربية الخاصة، سواء أنشطة رياضية أو أنشطة ثقافية في أو مسرحية، بدأت الاهتمام عن طريق طبعا الدكتورة هالة عبد السلام وعن دكتور أحمد آدم والتكاتف اللي حاصل، فبدأ الحمد لله أولادنا في الفكر يظهروا. والحمد لله احنا دخلنا مسابقات وطلعنا على مستوى الجمهورية الأول في كرة القدم الخماسية، وطلعنا على المستوى الثالث في كرة التنس، ودلوقتي بنجهز كرة قدم بنات اللي احنا هنطلع بيها إن شاء الله على برضو على مستوى الجمهورية بأمر اللي احنا بنجهز فيها. فدي عايزين يبقى فيه أوض خاصة بالتربية الرياضية، خاصة ليها الأدوات بتاعتها اللي نقدر نشتغل مع الولاد دول. وكمان الورش المهنية، لأن احنا بنقول إن الولد بيعتمد اعتماد كلي على المهنة وعلى الأنشطة، فبرضو في بعض الورش المهنية أنا أسفة المكان بتاعها عتيق طبعا، قديم جدا، والمنهج بتاعها قديم جدا، المناهج نفسها، فياريت يكون في تطور للمنهج المهني، ويكون في تطور كمان في الانشطه في الاجهزه الرياضيه، لان في اجهزه مدارس حضرتك طبعا هتلاقي في اجهزه مكسره وكده، حتى لما بنيجي نعمل لها تكهين عشان ننزل اجهزه غيرها، يا اما اقول لك ما ينفعش تكهين، يا اما في الاجهزه نفسها، طيب ان شاء الله لما يبقى في هنقدر ننزل للولاد. فطبعا ده بينقصنا بالنسبه لاولادنا. لما نيجي نتكلم على التوحد بالثلاث صفات اللي حضرتك بتتكلمي عليهم، لازم اولا يبقى في دراسه كويسه جدا على الصفات بتاعه الولاد دول، ونبدا ناهل متخصصين لكيفيه التعامل معاهم، وبعد كده بعد ما ببدا أأهل مدرسين ليهم عن طريق الصفات بتاعتهم، ابدا اجهز المكان اللي يقدروا يتعاملوا بيه معاه. هو مطلوب ان احنا نقول اسماء نجوم كبار هم من اللي يصنفوا كتوحد؟ أيوة. يعني لعيب الكره الكبير جدا ميسي، قولي للرئيس وقولي للمصريين علشان المصريين فاكرين ان دول يعني ده
ده بيطلع منهم نبغات ما شاء الله عليهم، الاولاد اللي هم توحد او سمات التوحد دول بيطلع منهم نبغات كتيره جدا جدا، ممكن ما لقاهاش مع التلميذ السوي خالص، بس مع الرعايه. لو انا عرفت الولد ده هو نسبه الحته اللي ناقصه فين، وبدات افتحها وادخل لجواها وابدا اخرجه من العالم اللي جواه حبه حبه للدنيا، هطلع كل اللي ان شاء الله اللي جواه من نبغات ومن حاجات مصنفه كتير قوي، يبدا ما شاء الله يكون افضل من التلميذ العادي. عايزه اسالك، طب عايزه اسالك سؤال وجاوبيني فيه بصراحه قدر المستطاع. فكره ان مدارس التربيه الفكريه مدارس مشتركه، ايوه، ودول سمات خاصه يعني. أيوة. انا عندي يعني ملاحظه ان لازم القائمين كلهم بيبقوا فاهمين ان الناس دي عندها مشاعر وبتنضج زي اي انسان سوي، يعني طاقته الحسيه بتكتمل، طاقته العاطفيه في احتياج و و و. انا عايزاكي بس تقوليلي بلغه علميه محترمه علشان ده عامل اعاقه 2018 يا فندم. هو بالنسبه لاولادنا حته ان هو بيوصلوا سن المراهقه بمعنى اصح، وبيبقى ليهم متطلبات خاصه. انا دلوقتي مدرس التربيه الرياضيه المفروض، والمدرسين الموجودين في المدرسه فاهمين الحته دي جدا عند الولد، فبنبدا نتلاشاها عن طريق ان احنا بنخرج الطاقه اللي جواه، عن طريق زي ما حضرتك شفتي دلوقتي الطابور لازم الصبحيه اول ما بيخش بنخليهم يعملوا تمارين كتيره جدا جدا عشان تبدا تطلع الطاقه اللي جواهم، ويبدا التلميذ ينتبه ويبقى نشيط للحاجات اللي هيبدا يشتغل فيها. مجرد ما بنلاقي حد من الولاد احنا بنعرف طبعا الحاله بتتغير بتاعته وهو احنا في الفصل بدا يتغير، بنزل على طول الولد او للبنت المتخصصين يبداوا يدخلوه على حجر التربيه الرياضيه، يشغلوه على اجهزه ممكن ناخده نلف بيه في الحوش، كل ده احنا بنطلع الطاقات دي بحيث ان الولد ما يحسش بالجزئيه دي عشان ما يبقاش عاملين له مشكله نفسيه صعبه. طيب يعني عندي سؤال اخير، هو احنا نقدر نقول نسبه الاعاقه في مصر قد ايه من عدد السكان؟ مش بس يعني مش مهم، مش هدخل في الانواع، بس بشكل عام عندنا تقريبا نسبه قد ايه؟ 5% ل 6% تقريبا من السكان، 6% ل 6%. ونقدر طيب جوه ال 6% دي نقول الاعاقه الذهنيه او العقليه قد ايه؟ يعني تقريبا هو الاعاقه الذهنيه عندي بتبقى عددها كبير شويه عن بقيه الاعاقات، يعني ممكن في حدود 2.5-3%. بشكرك جدا جدا. العفو. انا عايزه ان ابني يعني يخرج من هنا يلاقي له شغل. انا ابني ما شاء الله يعني مخه شغال ومش شغال يعني ممكن تبقى مش كبيره بس يعني. بيجي منه يجي منه، لما تقول على حاجه بيعملها بس ادي اللي انا عايزه بس ان هو يتدرب ايه هنا في الورش تريكو، وفي امل ان هو يعني يشتغل في مصنع مثلا. انت نفسك بس ان احنا نقدر نامن شغل بس. ايوه ده اللي انا طالباه من حضرتك. انا قعدت 11 سنه في المدرسه اللي هي في العلميه، طبعا رايحه جايه وطبعا صحتي على قدي، انا مش صغيره، انا كبيره في السن برضه. أيوة. وهنا برضه هيقعد هنا اول سنه ليه. بس جاي منه يعني نازل بيشتكي يعني بيشتكيليش، بيقول يا ماما انا عايز اجيب كذا، عايز اعمل كذا، يدوا له حاجات بيلونها يعني بيشتغل تمام، يعني مش مخه مش واقف يعني من ساعة ما برضو ما جه هنا المدرسة التانية برضو كانت ما شاء الله. يعني انت قلقانة انه يتعين فيدوا له 200 والمصنع اللي بتسمعيه ده؟ الكلام اللي انا بسمعه من ولاء الامومة. احكي لي ايه اللي انت بتسمعيه ده؟ اللي هما بيقولوا ان هو يقولوا تعالى ياخدوا المصنع وكده بقى هياخد 1200 وبعد كده بعد كده يقولوا له ما يجيش وهيدوم كذا. انا الكلام ده سمعته، انا ما شفتوش، انا سمعته من ولاء الامور. فانا عايزه حضرتك يعني انا برضو بقلق. طب انتوا بعد ما تاخدوه مثلا مصنع او تاخدوه كده او بعد كده تمشوه، يعني العيل برضو نفسيته بتتعب.
فاهمه حضرتك؟ انا عايزه ابني يعني انا عايزه اضمن ان هو يخرج من هنا حد ياخده يتقي الله فيه، ان هو يشغله ويبقى له مساله، لان انا مش عايش له ولا انا ولا باباه يعني فاهمه حضرتك. انا وباباه مش هنعيش له، احنا سننا برضو كبير، لان ده اصغر حاجه عندي. طيب يعني ان شاء الله خلينا نقول المناشده دي وربنا كريم. عايزين لهم شغل بس احنا مش عايزين اي حاجه، ان الاولاد دي يبقى لهم يعني حد يبقى ايوه بس كده، لان التعب اللي احنا تعبناه ده كله يبقى لهم مثلا حاجه يبقى لهم حاجه يعني ياخدوهم ناس يكون عندهم رحمه يشغلوهم، يعني احنا مش هنعيش لهم يا حضرتك. خليني الاول اتعرف على حضرتك. انا عايدة يوسف حسين، مامة طفل هنا اسمه علي سيد عوض. بتقولي عليه طفل، هو عنده كم سنة؟ هو ماشي في 21. وقلتي عليه طفل ليه؟ هو عشان يعني في المدرسة وكده، لكن هو ده بيقول لي انا راجل يا ماما. طيب قولي لي الاعاقة اللي عند ابنك، عشان احنا في مدرسة ليها علاقة بالمشاكل العقلية تحديدا، عايزة اعرف ايه اللي عنده وايه اللي نفسك ان المدرسة توفره افضل. هو طفل دولي اللي هم بيقولوا عليه المنغول، بس احنا دلوقتي بنقول داون. تمام. عشان يعني اقيم شويه من قوله منغول. المدرسه هنا هم طبعا بيقول لهم هم سنتين اللي احنا بناخدهم، وبياخد السنين الثانيه بره في مدرسه بره، فبنيجي هنا السنتين. طبعا بعد ما بيخلص السنتين بيقعد في البيت، ملوش اي حاجه. اولا التامين اللي هو التامين الصحي بيتقطع، في المواصلات الكارنيه اللي معانا بتاع الاعاقه ده ما بيمشيش كتير، حتى في المترو كان الاول بيمشي، دلوقتي ما بقاش يمشي في المترو. ليهم شقق، احنا نسمع ان ليهم شقق المعاقين دول، مش عارفين فين وازاي، وحتى لو في يقول لك تدفع مش عارفه كام الف طب احنا هنجيب الاولافات دي كلها منين؟ طيب وفرهولنا، وفروا للولاد ديت بحيث ان لما يكبروا احنا مش هنعيش لهم العمر، برضه هيجي علينا وقت هنموت هم اللي يبقوا موجودين. فاحنا عايزين حاجه التامين يبقى شغال لهم على طول عمرهم، المعاش، شقة نقوي فيها، أصل ممكن بعد عمر طويل لينا إحنا أم يعني صاحب البيت مثلا يمشي بتاع، فيبقى شقة ملكه ليه هو لشخص هو يبقى قاعد فيها. أنا نصرة سليمان علي، مامي مش طفل بقى، إنسان من حقه يعيش ذو قدرات خاصة. مصطفى محمود سيد، اتولد هو طفل داون، اتولد كطفل داون، لكن هو الحمد لله دلوقتي ليه قدرات خاصة. صعوبة الكلام عنده، كل حاجة على حسابنا، كل حاجة. اللي تقصد ايه بكل حاجة؟ الأدوية يعني وحاجات زي كده؟ الأدوية على حسابنا. طب ما هو ليكي تأمين دلوقتي؟ تأمين، بس الأدوية بتاعت ابني مش موجودة في التأمين، مش موفرها الدولة، لازم كنا نجيب في صيدليات معينة، لازم بنروح نحجزها كمان بالأشهر، مش بشهر ولا اتنين، ممكن بنحجزها بالأربع أشهر وتجيلنا. والدواء يعني العلاج نفسه مش بمية ولا بمتين، ممكن بيعدي 800، بيعدي 1000، مش نوع واحد بياخده، يمكن كذا نوع. لغاية الآن أنا ابني عنده 19 سنة لغاية الآن، التخاطب من بعد سن 8 سنين ما ياخدش تخاطب تبع التأمين بتاعهم، لا خلاص التخاطب على حسابي. بعد 8 سنين؟ بعد 8 سنين ما خدش تخاطب. انت بتستشعري يعني انه فقدي البصر او فقدي الكلام ليهم اكتر مننا، ليهم اكتر من الاولاد دول، ليهم مؤسسات، ليهم مؤسسات بيعملوا أنشطة، فين الأنشطة لدول؟ فين صوتهم؟ بس انا هنا شفت ناس واخده بطولات رياضيه، بطولات رياضيه بس مش شغالين معاهم ناس معينه. طب انا مش قادره لكل شهر بالالافات. النوادي بيقولوا لك نوادي وبيدخلوكي ومش عارف ايه، بس النوادي يدخلوكي ايه؟ تقعدي بالعين، مش تلعبي، مش تعملي بطولات. البطولات دول انا على حساب الناس. طيب انا كمان في حاجه بتقلقني، انه الولاد دول عندهم مشاعر ووجدان. أيوة. وبينمو، وانا ببقى قلقانه جدا من محاوله استغلال الاختلاف ده. ايوه، وكمان ده يعني احنا ما بنسيبهمش، احنا ماشيين معاهم، ماشي بردك، في دكاترة نفسية بردك بيبقوا معاهم على أساس بردك يشوفهم. نظرات الناس وحشة جدا، مؤلمة. ليه؟ ماشي زيك زيه، هو طبيعي، هو مش ناقصه حاجة، ايه هو المنظر بس بتاعه، هو مؤلم قوي نظراتكم، مؤلم نظرات الناس. ليه؟ مؤلم لما واحد يبص له ولا واحد يتكلم، لا ده ما بيفهمش ايه المنظومة بردك التعليمية بالنسبة للأولاد ديت، مش كويس، مهملة مهملة جدا،
بردك المدرسين بصين لهم بردك مش طبيعيين، مش اسوياء. انت قلقانه شويه على فكره انه الولاد دول بيبقوا بسطاء، لو حد ضحك معاه، لو حد لعبه. ممكن يعني يحصل له حاله من حالات التحرش الجنسي او كده. فعلا فعلا وبتحصل، بس احنا بردك كل شويه. بس انا عن نفسي في امهات تانية ما تعرفش المعلومات دي. في لا امهات يعني ما تعرفش. يعني انت قصدك انت بتحاولي؟ انا بتكلم عن ابني، كل شويه اقول له جسمك ده ملكك انت، ما حدش يطبطب عليك، ما حدش يلمسك، ما حدش كده. في امهات ما عندهاش الادراك كده، في امهات تعبانه مش قادره تجري بعيال حتى المدرسه ديت. احنا ساكنين في رود الفرج، وفي اللي في دار السلام، وفي اللي في، شوفي بقى المواصلات اللي احنا بنركبها والحاجه اللي احنا بنركبها، وشوفي المعاناه. ليه الدوله ما تخصصش يعني الورش ديت في حاجه قريبه لينا؟ بعد ما يتخرجوا هيروحوا فين يا استاذه؟ فين الشغل؟ مش عايزين حد في مصنع يكتب اسمهم ويديهم فلوس إعانة، مش عايزين إحنا إعانة. أنا ابني ذو كرامة، أنا مش عايزة إعانة من حد، أنا عايزة ابني يشتغل، عايزة إنسان فرد يعني منتج، مش هامش. أنا ابني مش هامش. حاضر، أنا كل اللي هعمله هوصل صوتكم.